إخواني أخواتي متتبعي قناة العين تي في، أهلا وسهلا بكم وجمعة مباركة. إليكم هذه المقتطفات الرياضية المتنوعة. الركراكي يكشف سبب استبعاد أمين حارث. أوضح مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم وليد الركراكي نقلا عن الأيام 24 أن غياب أمين حارث عن لائحة الأسود يعود بالدرجة الأولى إلى اختياراته، وأيضا لوجود لاعبين في نفس المركز يجب إتاحتهم الفرصة. وقال الركراكي في ندوة صحفية أقامها ليلة الخميس بقاعة الندوات التابعة ملعب أدرار بأكادير قبل مواجهة منتخب أنغولا الليلة، غياب حارث يعود إلى اختياراتي وأيضا لوجود لاعبين في نفس المركز أريد تجربهم. وأضاف الناخب الوطني: القرار ليس نهائيا أمام حارث، الاجتهاد للعودة للفريق الوطني وأنا أول من يثق فيه وأعرفه جيدا. ولتوضيح أسباب غياب عميد المنتخب الوطني رومان سايس، دافع الناخب الوطني وليد الركراكي بالمناسبة كما أكد ذلك أن الخبر، دافع عن رومان سايس مؤكدا أنه لا يجب انتقاده لما قدمه للمنتخب من خدمات جليلة. وشدد الركراكي على أن غياب سايس عن المنتخب مؤقتا لا يندرج تحت بند العقوبة، بل هو ناتج عن رغبته في تجربة لاعبين شبان جدد. وأوضح الركراكي أنه التقى سايس في السعودية وتحدث معه بخصوص خياراته، مشيرا إلى أنه سيمنح الفرصة للاعبين الشباب مثل شادي رياض وعبقار، بالإضافة إلى عودة أشرف داري. وأضاف الركراكي أنه من الممكن عودة سايس للمنتخب الوطني في المستقبل، ولا يجب نسيان أنه لاعب مصاب في مباراتين في كأس العالم. وأكد الركراكي على أهمية احترام سايس وتقديره لما قدمه للمنتخب، مشددا على أنه لا يزال لاعبا مهما في صفوف الفريق الوطني. وفي نفس المصدر صرح وليد الركراكي أن اللاعب أمين عدلي قد يغيب عن مباراة المنتخب الوطني ضد أنغولا، وذلك بسبب الإصابة التي كان يعاني منها خلال الحصص التدريبية. وأضاف الركراكي في اللقاء الصحفي أنه سيراقب حالة عدلي خلال الأيام القليلة القادمة لتحديد ما إذا كان سيتمكن من المشاركة في المباراة أم لا، وفي حال عدم جاهزيته سيتم الاحتفاظ به للمشاركة في مباراة موريتانيا المقررة يوم 27 مارس الجاري. وبالمناسبة تحدث أيضا عن إمكانية مشاركة لاعب نادي ريال مدريد الإسباني إبراهيم دياز، الذي كان طبعا هو محور حديث اللقاء، عن إمكانية مشاركته في منافسات الألعاب الأولمبية التي ستحتضن العاصمة الفرنسية ما بين شهري يوليو وأغسطس القادمين رفقة المنتخب المغربي لأقل من 23 سنة. ونقلا عن المنبر أشكين، قال الركراكي في الندوة أن برنامج هذه السنة سيشهد ضغطا كبيرا بسبب تنظيم مجموعة من المنافسات الكروية كالألعاب الأولمبية وكأس العالم للأندية ومنافسات أخرى، مضيفا أن مشاركة دياز في الألعاب الأولمبية رفقة منتخب أقل من 23 سنة سيعتمد على بعض الاعتبارات. وأوضح بالمناسبة أن مشاركة دياز في الألعاب الأولمبية يعود أولا لمدرب منتخب أقل من 23 سنة ثم لنادي ريال مدريد، مؤكدا أنه إذا استدعاه المدرب وقبل نادي مشاركته في هذه التدورة فإنه سيكون حاضرا رفقة المنتخب المغربي. شكرا لكم وحظ موفق للمنتخب الوطني. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.